يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم اتخاذ الجاعد مما يتخذ زينة من جلد الذئب أو غيره؟ ما يجوز جلود السباع، ما يجوز، منهي عنها، منهي عن جلود السباع واستعمالها ولو دبغت، لأن هذا منهي عنها، نهي خاص عن السباع. نعم. وما حكم اتخاذ الأحذية من هذه الجلود؟ باب أولى، إذا كان ما يجوز استراشها اتخاذها ملابس أحذية وغيرها ما يجوز، أو فرع ما يجوز هذا. نعم.